هذه التشكيلة، ست تعديلات عن مباراة الفوز على ويست هام في إطار الدوري. كوفاتش بالنسبة لإستيفان كوفاكس الحكم الروماني في هذه المباراة. هذه الضغط ريس جيمس، خلاص جدد عقده ريس جيمس، كان هناك كلام حوله بيرتدي القناع أمامنا هنا في هذه المباراة، بحث عن التتويج في أولى كراته. وهذه ستيرلينج، ستيرلينج أمامنا هنا أيضا للوافد الجديد نجم السابق للسيتيزنز. عندي أمامنا على طول انطلاقة وحاولة من الجانب أوباميانج، طبعا ضمن الصفقات اللي تمت قادم من نادي ليستر سيتي بمقابل يعني يقال وصل. حاول انطلاقة المرة دي، وهذه الكرة العرضية يا ولد يا ولد، العرضية عايزة لمسة من كاي هافرتس، العرضية لكن لم يلحق بها ستيرلينج. ادي امامنا أوباميانج هو اللي راح في اللقطه. أوباميانج يبحث عن زاويه للتمرير وزاويه للتسديد، ولكن ياخذ اول ركله ركنيه في المباراه، اول ركله ركنيه في طول المحاولات هنا من جانب نادي تشيلسي البحث عنها في مسابقه دوري الابطال على احتلال صداره المجموعه واستكمال مسيرته. معارس توفيسكي ماونت الى يعني لسه فيرنر الى صفوف نادي رحيل لوكاكو اعاره، وبالتالي افتقدوا دينامو زاغرب في دوري الابطال. اوريسيتش يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا لعيب امامنا ميسلاف اوريسيتش سجل في مرمى اتلانتا في طبعا اطار مسابقه دوري الابطال عندما شارك اخر مره هذا الفريق 2019 2020 كان خسر امامه نادي ريال مدريد. أوباميانج امام تشيلسي هيعود وينجح امامنا هنا في الحقيقه جدا، وجر وراء دفاع تشيلسي وجر وراء فوفانا وسجل في مرمى كيبا. طبعا لا يسال عن هدف اللقاء يعني اللاعب، لكن بعد كده في البلاي اوفس المؤهل الى كاس العالم خرجوا على يد المنتخب. هذه المباراه حاضر، هذه المباراه اماميه على طول الكره في أوباميانج المقنع بعد اصابته في الفك في واقعه سرقه في برشلونه امامنا هنا، ولكن ايه السرقه كانت من جانب دينامو. على طول كره ملعوبه، الكرات العاليه راسيه، 75 يوم من كاس العالم باذن الله ونهائي امم اوروبا. على طول كره اماميه انطلاقه، شوف الكرات الاماميه لكن يطلع حارس المرمى الحارس ليباكوفيتش. ليباكوفيتش امام خسروا بعدها يعني 1-7. على طول كره اماميه، كره اماميه في اتجاه أوباميانج. أوباميانج ستيرلينج عايز يعدي ستيرلينج، لكن المساحه ضيقه قوي. ستيرلينج عامل تامين الحقيقه بشكل مميز قوي. انتي تشاشيتش امامنا المدرب دينامو زاغرب الكرواتي هنا في هذا الانتر، ثم وصولا الى اللي مشيت في السنوات حتى السابقه. كره عاليه على طول المره دي، بينطلق يلف الكره العرضيه ومعها ركله ركنيه جديده في اللقاء الركنيه اللي امامنا هنا. 28 دقيقه فوفانا المره دي ما ادهاش الفرصه، لكن في فاول في فاول في فاول وحكم مميز على فكره الحكم استيفان كوفاكس حكم نهائي. ادي خطوره ولد لعيب 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 ميسلاف اورزيتش، ميسلاف اورزيتش، شوف ميسلاف اورزيتش خطير جدا لقطه الفجر. لوكا رقم 7 وادي الكابتن والقائد. أوباميانج ايضا الصفقات الجديده في المقدمه دائما تامين. ادي صاحب الهدف ومعاه ركله ركنيه، صاحب الهدف ومعاه ركنيه. 32 دقيقه حتى الان يعني الامور سلول. مره ثانيه هنا ادي جابها اليمين القويه يعني اللاعب ريستوفيسكي، هو الدفاع المضغوط اللي عاملينه بشكل رائع اللي بيحاولوا من خلاله يعني انه يقللوا خطوره نادي تشيلسي، خلوا تشيلسي. غاليتشي لاعب اتلانتا والاسماء ستيرلينج أوباميانج اول اهداف أوباميانج المطالبه بلمسه يد على اللاعب نينو بيريتش امامنا في اللقطه اللي فاتت، لكن يبتير خطير اوريشيتش، لكن المره دي بقى ستيرلينج واثنين وثلاثه في لعبه على طول الكرات العاليه. ريس جيت المباراه سواء لستيرلينج او لأوباميانج، وبالتالي اعطى الثقه لرامي رقم 2 وكره مسدده. اول كره هنا من البديل امامنا هو حكيم زياش، اول كره من زياش في الشمال المحاوله على طول كره عرضيه اللمسه بقى اللمسه. ايضا فريق ريد بول سالزبورج الاستلام وعملها له حلوه، لكن في رايه عملها له حلوه بين شيلول امامنا اهو واهم اياكس مع نادي تشيلسي. محاوله هنا من جانب، محاوله من فوفانا، كرات العاليه الراسيه مستمر لكن المهاره فيها الحلول وتمرير الرعات والانطلاقه. ريس جيمس اماميه فاول واضح جدا، وايفان كذا عن كوفاكس الحكم الروماني امامنا هنا بيدي خطا على طول الكرات العاليه كرواتي من جانب نادي تشيلسي. اول مباراه امام مثلا باتي بوريسوف من بيلاروسيا، روسيا البيضاء، كان فاز تشيلسي